أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن زيارة السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا إلى مصر لم تكن زيارة عادية في حياتها، بل كانت وداعاً أخيراً أو كما يقال مسك الختام. وتحت عنوان وداعاً جلوريا أعدت التنسيقية مجموعة من الصور للسيدة الأمريكية في محطتها الأخيرة في مصر، أرض الكنانة التي ودعت السيدة المحبة لمصر مع ذكريات تدفن بجانبها. وقدمت السيدة جلوريا نموذجاً للإرادة والتحدي والوفاء، فبرغم المرض الشديد عبرت نصف العالم هي وأسرتها لتحقيق حلمها لتثبت أن الأحلام والأمنيات ممكنة.